مجددا مشاهدينا الكرام من مسجد الدولة الكبير ومن عزاء شهداء جامع الإمام الصادق، شهداء الغدر، شهداء الخيانة، شهداء التطرف، شهداءنا نحن في جنات عليين بإذنه تعالى. ولا يمكن أن نختم تغطيتنا هذه دون ذوي الشهداء. معي الآن أحمد عبد الله الصايغ، وهو ابن الشهيد عبد الله الصايغ. بداية أخوي أحمد يقول لك عظم الله لك الأجر. أجرنا وأجرك حبيبي، مشكورين، ما قصرتوا، والحمد لله رب العالمين. على كل حال، هذيل طبعا شهداء الكويت كلهم، مو بس شهدائنا احنا، الحمد لله وقفة أهل الكويت كلها كانت صراحة وايد وايد كبيرة وأثلجت صدورنا. هذه المصيبة اللي صابتنا الحمد لله رب العالمين زادتنا وحدة، وزادت تردت صفوفنا عدل عدل. إن شاء الله بإذن الله رب العالمين راح نكون إيد وحدة ضد الإرهاب، والحمد لله رب العالمين صاحب السمو ما قصر، وهذا والكويت راح تكون اي تحت ظلها راح نكون على طول، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اخوي احمد، مئات الالاف اتوا لتقديم العزاء في ذويكم، في والدك، بالتالي ما هي الكلمه التي تقال لهذه المجامع التي اتت؟ الله يعطيهم الف عافية. العلم يعني نحن وصلنا تقريبا الى الدفعة الاخيرة من المعزين. ما ادري حسين اذا تقدر تودينا الكاميرا هناك، يعني هذه هي الدفعات او الدفعة الاخيرة التي تقدم العزاء في ذوي الشهداء، شهداء جامع الامام الصادق عليه السلام. ساستكمل معكم يعني حتى اللحظات الأخيرة إن شاء الله لهذا العزاء.